علينا احنا بشكل عام اخي، احنا مسلمين، الشيء اللي بيجمعنا هو راية لا اله الا الله محمد رسول الله، وخرجنا في سبيل الله. هذا شيء الجميع من اجمع عليه، انه خرجنا في سبيل الله. لذلك اخي بنقصنا مشان النصر، مشان باذن الله الله ياذن لنا بالنصر، هو الاخلاص في النوايا. خرجنا في سبيل الله اذا لاعلاء كلمه الله ولتحكيم شرع الله في الارض ورفع هالراي رسولنا الكريم. وقت بيكون هالموضوع قول وفعل، انه نحن خرجنا لاعلاء كلمه الله قول وفعل ولرفع رايه الاسلام قول وفعل، هي وقتها باذن الله الله بيكون باذن الله باذن الله انا بظن النصر قريب. وبدك تقول انه نتفرق؟ لا اخي، هذا الشيء بيجمعنا نحن، الشيء اللي بيجمعنا هو هالراي، وما رح ننتصر غير وقت بدنا نرفع. وباذن الله هاليوم قريب، وترى شايفينه يوم يوم ويوم عن يوم عم يقرب أكثر بكثير. وهون بس بدي وجه رسالة صغيرة، بدي أقول لأمريكا ولدول الغرب الكافر كلهم، نحن بدأنا جهادنا هون بأرض الشام وما رح ننتهي غير بأراضيكم. جهادنا بلش هون وبإذن الله ما رح ينتهي جهادنا غير بأراضيكم، ولا ترتفع هالراي بإذن الله فوق البيت الأبيض بإذن الله تعالى.